ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معاكم جيك جي، وزي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات حلقه الار تي جي، اول حلقه دي، تاني حلقه ان شاء الله. يعني هنفتح مع بعض الجوائز، وحتى كمان في باكه لسه ما فتحتش يعني اهو. فتمام، يلا بينا نفتح الجوائز. رينك 3 ديفيجن 3 رينك 3 تاني. تمام، معانا اوبشن 1 وهو 10,000 كوين رير بلاي سباك وبرايم الكترين بلاير سباك، او 2 رير بلاير سباك انتري ب 17,000، يعني فرق 7,500 برايم. وانا شايف بصراحه ان احنا ممكن نعوض الفرق ده من البرايم، من الاثنين دول. فاحنا بصراحه بلاش بتاعت الفلوس، خلينا في دي. يلا كونفيرم، يلا بينا. ديفيجن 3 رانك 3 ريورد ابجريد 10,000 كوين حلوين يا رب. يعني مثلا انا فين بقيه الباكس؟ مش مهم. يلا يلا يا رب يا رب اي حاجه بقى. حلو، بس ايه بقى؟ كود موريال ظبط او ظبط؟ ده انا لسه بقول عايز حاجه كويسه يعني ده انا. طب تمام تمام، نخش على اللي بعدها بقى. باكس، شوف الباكة دي يا رب. لا شكلها حاجة حلوة. مين تقريبا هنا؟ هالاند. هالاند، الله، هالاند حلو، بس نشوفها بكام. هالاند هالاند، الله، هالاند حلو حلو. هالاند هالاند ب 23,500، حلو جدا. عوضنا 7,500 دي. حلو حلو، نزلها وطلب 23,500. 23,500 حلو حلو. هالاند حلو حلو، ما هو جامد جدا على فكره هالاند، بس انا كده مش هتوفر دي. يعني طلعنا هالاند بصراحه حلو يعني كويس، بس اخر باكه بقى، بس دي مالهاش علاقه اصلا الديفيجن ريفلز ريوردز وكده. حاجه تعبانه. روبرت، لا مش ويتسون، بس مكتومني. حلو مكتومني حلو. طب كده احنا فتحنا كل الباكس، طلعنا هالاند تمام كويس. نيجي هنا بقى، انا اللي عملته ان انا بعت كانتي عشان اجيب ميرتنز الايس او الفاير. بعته عشان اعمل التحدي، وطلع لي في التحدي دلخت ووكر كان عندي بعته، وطلع لي برده في الباكة بتاعت ميرتنز قديمي ده دلخت وبقيه الناس دول. وطبعا انتوا شايفينهم، وادي زبطة، وادي مين كمان اسمعنا ولا اسمعنا. هالاند بويد ما اتباعش مع اني كنت منزله. تمام، وادي الفريق بتاعنا دلوقتي زي ما قلت لكم، انا بعت كانتي، بس لا مش ده انا كده، ده انا بقى حاليا التحدي اللي هو بتاع تجلافيكو. وده احنا هنجيب بقى التعديلات بتاعتنا. انا عايز اجيب حكيمي وعايز ارجع كانتي على ما اعمل فينيسيوس جونيور. بس الفكره بقى، انا عملت ميرتنز وضيعت من عندي فودرز كتير، فانا مش عارف هعمل فينيسيوس جونيور ازاي. ولغايه دلوقتي عملت تحديات صرف عليه حوالي 80,000 تقريبا او 100,000. فلو 100,000 راحوا على الارض يبقى كده هبل، كده هبل. بس يعني ان شاء الله هتشوفوني بقى الفيديو الجاي، مش عارف امتى، بس هيكون في خلال يومين ثلاثه، يكون قريب بقى واخر التطورات. حاليا انا هبقى بايع الفرق لغايه لما اخلص الاس بي سي. انا عمال اعمل تشالنجز عشان عايز اجيب لعيبه ريت عالي واجيب حاجه الايكون سواب. بس فعلى ما اخلص الايكون سواب بقى والتجلافيكو ده اشوفكم بقى بالخير. يلا يا جماعه، يا ريت بس ما اكونش طولت عليكم واستمتعتوا وطلع لنا هالاند وحاجه كويسه. يلا يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي. يلا يا جماعه، فيركيش.